أخونا يعرض وضع مقبرة لديهم ويقول إنها أصبحت عرضة لمرور المشاة والدواب وكذلك السيارات، ويسأل كيف العمل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك في حرمة الأموات وكف الأذى ووجوب كف الأذى عنهم بأي نوع من أنواع الأذى، ومن ذلك التطرق من فوق قبورهم والمشي عليها وإلقاء القاذورات وما أشبه ذلك من أنواع الأذى. الواجب أن تصان مقابر المسلمين وأن تجنب الأذى. وما ذكره السائل من حال هذه المقبرة التي في بلادهم وأنها يحصل عليها أذى من الناس بتطرقهم من فوقها وما أشبه ذلك، هذا أمر لا يجوز. حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. الواجب أن تسور هذه المقبرة، أن تحاط بسور يمنع عنها أذى الناس. يرجع في هذا إلى المسؤولين، يرجع إلى البلدية أو الشؤون البلدية، وهي تقوم بالواجب إن شاء الله. إن شاء الله. نعم.